Mace Danışmanlık İç ve Dış Ticaret, İstanbul Şirin Evler'de tekstil sektöründe ağırlıklı olarak Arap ülkelerine yönelik ihracat yapıyor. Yurt dışından Türkiye'ye gelen müşterilerine emlak hizmeti de sunan firma yeni projeleri yakından takip ediyor. Firma sahibi Saleh Banisli çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. Mühendis Saleh Banisli, متخرج من جامعة يلدز عام 1989. جيت على تركيا سنة 2015. يعني بعد الحرب تقريبا 4 سنوات 5 سنوات. نحن بشكل عام وشلون نشتغل بالألبسة، يعني ألبسة تصدير الألبسة، ونفس الوقت نشتغل بالعقارات. يعني كثير بيجينا زباين من دول الخليج، من دول العربية بدهم يأخذوا شقق بتركيا، نحن بنساعدهم بهالشيء وننصحهم أي مناطق أفضل وأي مناطق أربح لهم يعني بالأيام الثانية. هلا الفرق انه انا متخرج من تركيا، يعني بتحكم باللغة التركية 100%. هي واحد. اثنين، انا عندي خبرة هندسية حوالي 30 سنة بسوريا، يعني بنعرف تقريبا الشيء اللي نحن بنتميز فيه، الخبرة الشخصية يعني خبرة جدا مهمة. طبعا انا يعني انا بالاساس اختصاصي وشلون اضمان بمعالجة المياه الصناعية. انا يعني هدفي هذا، يعني انه انا في عنا افكار كثيره، نفذنا كثير محطات بسوريا ونفذنا محطات على مستوى يعني الشرق الاوسط، هي مبدا الكهربائي، وهالمحطات ما قدرنا ندخل السوق التركيه ومشون بهالموضوع، رغم انه هي كيف اقول لك اقتصاديه. يعني انا من دون ما ازيد اي مواد كيماويه على بعض اعالج المياه الصناعيه او ما تروح للصرف الصحي. هلا بتركيا الشيء المتبع هي المعالجه البيولوجيه والمعالجه الكيميائيه، على حالتين عم ينتج معي انا نواتج، عم بضيف مواد كيميائيه، هم دون ضيف اي مواد كيميائيه نحن بنقدر نعالج هالموضوع. بار نحن عندنا اسمها هي ومشلون، يعني ستا ومشلون، هي نحن عم نحط فيها عناويننا ونحط فيها اسمها، نفس الوقت عن طريق الفيسبوك موجود عندنا، عن انستغرام كمان موجودين نحن، واي شيء يعني اي سؤال ومشلون نحن نقدر نجاوب عليه مبدئيا عن طريق التليفون من دون اي اجور. نحن ما بناخذ اجورنا الا بعد ما نقوم بالعمل.